الهواوي بي 9 او ال جي جي 5 جواله من اكبر المنافسين الموجودين السنه هذه. خلينا نعرف ايهم بالضبط الابطل وخلنا نبدا التحدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. التحدي بين الجوالين نوعا ما صعب، في اشياء متشابهه وفي اشياء حاولت كل واحده من الشركتين تضيفها وتكون الكرت الرابح لها. اول حاجه لما نتكلم على الشاشات، عندكم 5.3 للال جي جي 5 وعندكم 5.2 للهواوي بي 9. نتكلم على فل اتش دي في البي 9 ولكن هنا اكثر من الفل اتش دي والدقه اعلى 550. دائما يجيبون ال جي دقه عاليه في نفس الشاشه، فبالتاكيد من ناحيه الديسبلاي الشاشه نفسها ال جي وبدون منافس الشاشة حقته هي الفائزة. من ناحية الكاميرا عندكم 16 ميجا بيكسل هنا زاوية عريضة عشان تاخذ المناظر اجمل واكبر، والزاوية العادية، وهنا عندكم كاميرتين، واحدة مونوكرام الاسود ابيض وواحدة حقت التلوين. فالكاميرتين هذه كل واحدة منهم لها اداء مختلف، 16 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل، بي 9 هو 12 ميجا بيكسل. هنتكلم على امكانيات جيدة جدا في الكاميرات، الكاميرات حقتهم ما حد عنده الجوالين ويقول اوه كاميرا جوالي سيئة ابدا. وهذه السنة هذه يعني نوعا ما في كل الجوالات، وحتى الاتش تي سي بعد ما جاء التحديث حق الكاميرا كل شيء تعدل فيها. فنقدر نقول ان الجوالات والكاميرات هي على انت تحتاج الزاوية الاضافية او انت تحتاج تقنيات لايكا، ونقدر نقول واجهة لايكا والمحترفين في التصوير الفوتوز الصور هيحتاجوا لايكا اكثر. اما اللي يبغوا زوايا اكبر ويبغوا امكانيات من ناحية التصوير يمكن ال جي جي 5 افضل في الفيديوهات والاشياء ذي. الكاميرات الامامية كل الجوالين 8 ميجا بيكسل، والزوايا حقتهم الى حد ما جدا متقاربة نفس الزوايا، على عكس الزوايا اللي موجودة في الكاميرات الخلفية اللي تفرق بشكل جدا كبير. فالكاميرات الأمامية من ناحية الألوان وزهو الألوان أنا شخصيا مع البي 9، أما هنا الكاميرا يجبك أن الشاشة أكبر اللي تعطيك الصورة فيها، فالصورة حقتي باينة بشكل أكبر فقدامكم هي على الشاشة، فأنت تقدر تشوفه من ناحية الألوان وما الألوان وكيف أنه الاثنين هذول هم موجودين جنبها. إذا لقينا أنه أداء الكاميرات متقارب وتقدر تفرق بينهم بين أنت احتياجاتك كيف تسويها. إيش المواصفات الباقية اللي نوعا ما بتخليني أقرر سواء البي 9 أو الجي جي 5 أيهم الاثنين حيفوز في التحدي؟ لما نتكلم على البصمة كل الاثنين فيهم بصمة، ولكن الجي 5 الزر اللي في البصمة جدا كويس يعطيك إمكانيات إضافية، الزر هذا اللي موجود في البصمة. نتكلم على كلهم مكانهم جدا ممتاز جدا مناسب، بل إنه نفس المكان تقريبا، إلا إنه الإشعارات وما الإشعارات في البي 9 تقدر تتحكم فيها في نفس البصمة، تقدر تقلب الصور تضبط أشياء في البي 9، وهذه هم حاطينها هنا لسه يمكن مو مفعلها ونضبطها ولا شلون. الزر أضغطه طفى ضغطه يشتغل. نتكلم على أشياء أخرى من ناحية الجسم، أوكي هنا عندكم الزر حق رفع الصوت وخفض الصوت، هنا الباور موجود الجهة ذي، كلهم USB Type C، كل الاثنين فيهم نفس الأنظمة حق التشغيل المارشميلو، واحد يجي للتحديث قبل الثاني قاعد يتسابقون الاثنين، فوش كيف أبغى واحد منهم هو اللي يفوز. البطارية نتكلم على 3000 ملي أمب على نفس الواوي بي 9 و 2800 ملي أمب على نفس ال جي جي 5، ولكن ال جي جي 5 ضبطوا لنا حاجة إنه البطارية تقدر تفكر. الزر تضغطه وتطلع البطارية، والبطارية المفروض تقدر تغيرها وتحط لك قطع ثانية غير البطارية، والقاعدة هذه هي اللي تغيرها مو البطارية تغيرها، منها بنك طاقة إضافي مع جراب للكاميرا فتعطيك إمكانية إضافية. الحين نجي ل أحد الأشياء الأساسية، معلش الجي لا تزعلوا، الماتيريال والصناعة، الصناعة هو الفارق الأكبر بين الاثنين. لو جيت انتم مكاني مسكت الجهازين تضغط على الجهاز هذا، هذا احد الاشياء، تضغط على الجهاز هذا جهاز صلب ومتين وممتاز، تضغط على الجهاز هذا تحس فيه فراغ جد. ايضا نتكلم على الصناعه انه اكثر من مواقع حتى لما جربوا هذا الجهاز عرفوا انه الكوتينج اللي موجود البلاستيك المطلي الحواف هنا مو مضبطه مره. شوف الحين اضغط على الجوال في حافه طالع عندي هنا، ففي الصناعه نوعا ما ال جي جي 5 ما ابدعوا في الصناعه اللي موجود الجوال، هنا بلاك زي ما هو بلاك ممتاز، صح هنا الشاشه افضل، هنا عندك موجود الزاويه الاعرض في الكاميرا الخلفيه، ولكن هنا الصناعه افضل بكثير. فاذا انت اخذت الجوالين هذا ما حيجيك معه كفر، ولكن هذا بيجيك معه كفر، فتقدر نوعا ما حتى تضيف حمايه لنفس الجوالات. الصناعه بكل تفوق هو البي 9 صناعته افضل. نجي للقيمة المضافة اللي موجودة هنا، ما جاء عندنا الحين الأشياء اللي موجودة عندهم هنا من قائمة الفريندز الأصحاب، وانت يبغالك تشوف إذا تحتاجها ولا لا. كاميرا 360 موجودة من الفريندز، موجود عندكم النظارة حق 360 واللي ما تحط فيها الجوال لا تربطها عن طريق الـ USB وتحطها وتصير تتفرج محتوى 360 درجة، وسويت لها مراجعة كل القطع دي موجودة عندكم الرابط حقها في الوصف تحت. أيضا القطع الأخرى اللي تضيفها بحيث أنك تقدر تضبطها على نفس الجوال، فهذه هي مجتمع الفريندز اللي موجود هنا بالبي 9 ما عندك مجتمع الفريندز. ونجي للحاجة الختامية، 2000 وشوي 1600 1500
يبالك انت تحدد، شوف ميزانيتك كم، واذا انت من محبين الجي الفئات الماضيه الجي 3 4 وايضا ال 2 2 3 4 كانوا على رتم، رتم الجي 5 اختلف شوي، فيبالك تشوف هل يعجبك الرتم ذا ولا لا. اذا انت على نفس الموجود على الهواوي بي 7 8 9 الرتم نوعا ما قاعد يتطور يتحسن، فمن ناحيتي اشوف انه الجوال البي 9 افضل سعرا مقارنه بالمزايا اللي يعطيني اياها عن نفسي افضل. ولكن هنا الجي لهم كفاءة جدا عالية من ناحية إمكانية الشاشة وما الشاشة والأشياء اللي حاطينها في الجوال نفسه، بس الصناعة خانتهم المرة هذه. في نهاية الفيديو أنت بالنسبة لك أيهما أفضل من ناحية التحدي، وريناكم أنه في الصناعة أيهم فاز، في الشاشة أيهم فاز، الكاميرات أيهم فاز، ونوعا ما كانت تعادل أيضا في البطارية أيهم فاز. فأنت الحين عليك تختار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. في نهاية الفيديو لايك وسبسكرايب والأشياء هذه كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.